Hey guys, I hope you're all doing well. Today I am going to be reacting to Quran recitation, really beautiful, by Sheikh Mukhtar Al-Hajj. I'm so excited guys to start reacting to this video, and yeah, let's get into the reaction. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار نهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من
كذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون الله واو 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 to be honest this is the first time I listened to Sheikh Mukhtar Al-Haj to a recitation by him and it was amazing I really felt in peace. I'm healing now every time I listen to a recitation or to a Quran recitation. And this is the best way to start your day by listening to a Quran recitation. And I will add Sheikh Mukhtar Al-Haj to my list. And yeah, it was really amazing. I loved it. I hope you love this, guys, too. I hope you are feeling comfortable now while listening to this Quran recitation. And yeah, I hope you enjoyed it. If you enjoyed it, don't forget to like and subscribe to the channel. And before to end the video, I want to give a shout out to WhatsApp.com. If you don't know what is WhatsApp.com, it's a platform connected to YouTube where you can react to all videos. So shout out to WhatsApp.com and see you guys in the next video. Thanks for watching.